التقيت السيد رئيس الجمهورية هذا الصباح وتداولنا في الوضع السياسي على إثر النتائج التي أفضى إليها الحوار الوطني، وعبرت للسيد الرئيس عن وجهة نظر الحزب الجمهوري الذي يعتبر بأن الحوار الوطني وقع إجهاضه وانتهى إلى التفريط في الوفاق الوطني، لأن الحل الذي وقع التوافق عليه وقع دون استشارة الأحزاب السياسية الرئيسية وضد إرادتها، والحزب الجمهوري انسحب من الحوار الوطني، ولكن على كل حال سيتعامل مع الوضع الجديد بالإيجابية. يعني أننا سنحكم على حكومة السيد مهدي جمعة بناء على أعمالها ووفقا لانتظارات التونسيين. التوانسة يستناو 3 حوايج: أن يعود الشعور بالأمن، أن تكون الإدارة محايدة والمواطنين متساوين أمامها، وأن يقف تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصورة الخارجية للبلاد بما يعيد الطمأنينة ويفتح الأمل بالنسبة للتوانسة باش يلقاو التشغيل ويحافظوا على القدرة الشرائية متاعهم.